قولهم إن إضافة الكلام إلى الله جل وعلا يستلزم أن يكون موصوفاً بصفات المحدثات، إذ إنهم قالوا إن ثبوت الكلام في حق الله جل وعلا يستلزم ثبوت اللسان والشفتين والرئة، لأن الكلام اصطكاك هواء بين جسمين. يقولون هذه كلها صفات المحدثات. فنقول ما ذكرتموه باطل، وذلكم أنكم نظرتم إلى القدر المميز المختص بالمخلوق فجعلتموه هو القدر المشترك لصفة الكلام، ثم نقلتم ذلك فجعلتموه القدر المختص بالله سبحانه وتعالى، وأنتم مخطئون في الأمرين. فلا الكلام من حيث هو بغض النظر عن كونه مضافا، أعني الكلام من حيث المعنى العام المطلق قبل إضافته، لا يستلزم ذلك، فضلا عن أن يكون كلام الله جل وعلا مستلزما لما ذكر. ودليل هذا أدلة، أو شاهد هذا أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أسألكم أين رئة اليدين؟ أنتم تقولون الكلام يستلزم ولا بد وجود الرئة، أين الرئة بالنسبة لليد؟ والله جل وعلا يقول وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. الله جل وعلا يقول يا جبال أوبي معه، يعني سبحي أو رددي التسبيح معه، وهذا كان بصوت مسموع. فيا ترى أين الأسنان بالنسبة للجبال؟ الله جل وعلا يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. والسؤال الآن أين هي الشفتان اللتان تكلمت بها الجلود؟ ألستم تقولون إن هذه لوازم لا تنفك عن الكلام من حيث هو؟ هذا الجلد قد تكلم، فأين شفتاه وأين لسانه؟ هذا التسبيح، عفواً، هذا الطعام كان يسبح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت معلوم مفهوم، ويسمع ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأين هذا الهواء الذي كان ينبعث من داخل الطعام فيصطك بالحلق فخرج بعد ذلك هذا الصوت؟ ذاك الحجر الذي كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان له أيضا لهوات ولسان وأسنان كحال الإنسان؟ إذا كانت هذه اللوازم التي ألصقتموها بالكلام من حيث هو لم تثبت في حق المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ كيف تبنون نفي كلام الله عز وجل بادعاء شيء لا علم لكم به ولم يكن ثابتا في حق المخلوقات، فكيف بحق الخالق سبحانه وتعالى؟